عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم من جديد. اللي من حضراتكم بيتابعنا باستمرار بيتابع عشرة الصبح في الاهلي بصفه دائمه، اكيد واخد باله كويس ان احنا زي ما بنهتم بالكلام عن الفريق الكوره في النادي الاهلي، احنا كمان بنهتم بالكلام والحديث وفتح ملفات فرق النادي الاهلي في كل الالعاب، وده اللي هنعمله في الفقره دي تحديدا، فرق واستعدادات فرق النادي الاهلي في الالعاب المختلفه في مختلف البطولات اللي هم بصدد المشاركه فيها الفتره اللي جايه. ان شاء الله هنناقش هذه الملفات مع احمد رشاد الناقد الرياضي اللي منورنا بحضوره الكريم في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا ابو حميد. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وسعيد ان انا اكون موجود معاكم. ده بيتك كده كده يا رشاد، طبعا يعني انت مش غريب عننا، وسعداء بوجودك، سعداء بالتطوير اللي بيحصل كمان معاك. أكيد. انت من يعني الصحفيين اللي بيحبوا كمان يذاكروا ويطلعوا ويطوروا من ادائهم، فده اكيد بيسعدنا كلنا. خليني ابدا معاك بسؤالي في العموم. لما نيجي نتكلم عن الموسم الماضي للنادي الاهلي، الموسم الماضي للنادي الاهلي سواء بنتكلم عن كره القدم الفريق الاول او حتى العاب الصالات الالعاب الاخرى، هتلاقي فيه يعني موسم فعلا استثنائي. فانت بتتكلم ان انت داخل على موسم جديد، لازم طبعا استعدادات معينه، لازم بيبقى فيه كمان كواليس معينه علشان اقدر ان انا اقدم موسم يا على نفس المستوى يا موسم كمان افضل. خلينا نبدا من النقطه دي. اكيد طبعا، يعني الاحتفاليه اللي كانت لكل الالعاب في النادي الاهلي كان الاسم بتاعها اهل استثنائي، فهو بالفعل اهل استثنائي. ليه اهل استثنائي؟ لان طبعا في كره القدم النادي الاهلي محقق 5 بطولات، في الالعاب الجماعيه النادي الاهلي محقق 23 بطوله، فده رقم كبير جدا في الالعاب الجماعيه ان النادي الاهلي يحقق كل البطولات. ده بالنسبه للالعاب الجماعيه. احنا لو رحنا للالعاب الفرديه فالنادي الاهلي محقق كل المراكز وكل البطولات في الالعاب الفرديه، فموسم فعلا استثنائي، موسم قدر النادي الاهلي ينجح فيه بشكل كبير جدا بشكل. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه مهمه يا نهاوند، ان ده هيخلي في عبء كبير جدا في الموسم الجديد على كل لعيبه النادي الاهلي، لان طبعا جماهير النادي الاهلي ما بترضاش الا بالبطولات. يمكن احنا الموسم اللي فات لما النادي الاهلي كسب 23 بطوله وخسر كام بطوله، هو النادي الاهلي كان زعلان على الكام بطوله اللي خسرهم، ما كانش فرحان بال 23 بطوله. فاكيد الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله اللي هنتكلم فيه هيبقى موسم باذن الله استثنائي، وهنتكلم ليه استثنائي باذن الله. فكرك ممكن تتكرر استثنائيه الموسم اللي فات الموسم الجديد ده، اخذا في الاعتبار بان كل يعني كل الانديه الثانيه في كل الرياضات سواء كانت رياضات فرديه او جماعيه بطبيعه الحال مش عاجبها الحال، يعني هم كمان من حقهم، ودي يعني حق مشروع عند اي نادي، فبطبيعه الحال كل نادي هيحاول ان هو يدعم فريقه ويطور من ادائه، فبالتالي متوقع ان المنافسه مع الموسم الجديد تشتد عن الموسم اللي فات. فإلى أي درجة ممكن تكرار استثنائية الموسم الماضي مع انطلاق الموسم الجديد في رأيك؟ أكيد يا كريم، أخذ من كلامك إن فعلا بالفعل كل الفرق في الموسم الجديد دعمت ودعمت بكل قوة علشان يكون في منافسة، لكن النادي الأهلي بيبقى قادر على حسم طبعا الأمور وقادر على حسم البطولات. النادي الأهلي خليني أقول لك إن من بداية واللي أنا بشوفه من بداية الموسم الجديد التخطيط الواضح لإدارة النادي الأهلي في دعم كل الألعاب الجماعية، ده مش الدعم بس، كمان تجديد عقود اللعيبة، ده اللي هيفرق كتير جدا في الموسم الجديد، إن يبقى عندك استقرار من بداية الموسم، جددت لكل اللعيبة اللي كان طبعا عقودهم بتنتهي. وكمان الفكرة إن في النادي الأهلي هو بيعمل حاجة كويسة جدا دلوقتي، إن هو لما بيجدد عقود لعيبة بيجدد عقود لمدة 4 مواسم علشان يبقى فيه استقرار، يبقى اللاعب مرتاح نفسيا ان هو لسه مكمل مع النادي الاهلي لفتره كبيره جدا. فالتخطيط الناجح ده ان شاء الله هنشوفه في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك ان بامر الله النادي الاهلي دعم بكل قوه، اللي انا يعني اعرفه واكيد هيتم الاعلان عنه خلال الفتره اللي جايه، تدعيم في كل طبعا صفوفه. كان الكابتن خالد العوضي طبعا مدير عام النشاط الرياضي اللي عامل شغل اكثر من رائع مع الالعاب الجماعيه وكل الالعاب بصراحه، اتكلم قبل كده وقال ان هيكون في محترفين في كل الالعاب في النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر الفتره اللي جايه والموسم الجديد نحقق موسم استثنائي زي الموسم الماضي، وده اللي طبعا منتظره جماهير النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يفضل دايما موجود على منصات التتويج. خلينا نبدا بقى رياضه رياضه، وهبدا معاك بالباسكت بول او كره السله. واول بطوله كاس العالم لانديه كره السله، بداية شايف المجموعة بتاعتنا ازاي؟ اكيد مجموعة صعبة جدا، احنا طبعا معانا فرقتين، فرقة من امريكا وفرقة من البرازيل. طبعا قوة المحترفين او قوة اللعيبة سواء في الدوريات الامريكية او في الدوري البرازيلي او مع الفرق طبعا سواء من امريكا او من البرازيل هتكون طبعا مجموعة صعبة.
مباراة قوية، لكن طبعا احنا النادي الاهلي معودنا دايما ان مفيش مستحيل. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رايح علشان يلعب على البطولة، وده اللي منتظرينه من النادي الاهلي. انت عندك فرصة ان انت يعني ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله وتكسب مباراتين تلعب على الاول والتاني، او حتى تكسب مباراة تلعب على تالت ورابع، فده ان شاء الله باذن الله احنا نعمل اكبر انجاز في بطولة العالم. لكن خليني اقول لك على حاجة، انا اود يكفي ان النادي الاهلي بيحقق كل البطولات في الموسم الماضي، بيتاهل لكاس العالم للانديه، موجود في قدام كل الفرق الاوروبيه. بصراحه ده شيء مشرف للنادي الاهلي اللي احنا بنشوفه بيلعب قدام كل انديه العالم. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق مركز مميز، وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يحقق باذن الله. وهيكون في صفقات خاصه طبعا، مش هنقول اسماء، مش هنطلبها منك دلوقتي طبعا، احنا بنلتزم لما النادي بيعلن. اكيد طبعا. حتى الصفقه الاخيره الخاصه طبعا بمهاجم النادي الاهلي مودست، كان الناس بتسالنا في الشارع واحنا ماشيين، بس احنا ما بنتكلمش ابدا الا لما الاهلي طبعا هو اللي بيعلن بشكل رسمي. بس احنا في كره السله تحديدا عندنا صفقات جديده، هيكون في ان شاء الله باذن الله اللي انا يعني اعرفه ان هيبقى في تدعيمات، وده حصل في بطوله البال. يعني حصل ان في بطوله البال جه محترفين لعبوا مع النادي الاهلي في بطوله البال، والحمد لله النادي الاهلي قدر يحقق بطوله البال في نسختها الجديده، وان شاء الله باذن الله كمان في بطوله العالم هيكون في محترفين يدعموا الفريق باذن الله كده. وان شاء الله نكسب ونحقق بطوله العالم، ده طيب. يعني اللي انا اتمناه. كل ده اللي كلنا بنتمناه. وفي نفس الوقت طب احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن المنافسات مع الفرق الاوروبيه او مع المنتخبات الاوروبيه، تعالى بقى نتكلم شويه عن مشاركة النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية، هيشارك في البطولة العربية لكرة السلة في قطر. احنا هنا بنتكلم بقى على نوعية مختلفة من منافسين فرق الخليج العربي، ونفس الخاصية اللي عندهم في عالم كرة القدم، فكرة القدرة الشرائية العالية، فهي عندهم بطبيعة الحال في كل الرياضات، فعندهم القدرة على تطعيم وتدعيم فرقهم الرياضية المختلفة بأهم وأشهر وأتقل الأسماء في كل رياضة على حدة. المنافسه في البطوله العربيه لكره السله في قطر هتختلف ازاي عن كاس العالم؟ اكيد هتختلف اختلاف كبير جدا، لان انت بتلعب مع فرق مختلفه اكيد من عن بطوله العالم. لكن خليني اقول لك على حاجه يا كريم، ان البطل ما بيخافش من اي حد، هو البطل بيلعب قدام اي حد. هو النادي الاهلي دايما ما بيبصش غير على المركز الاول، ما بيبصش غير على البطوله، فده اللي احنا بننتظره من النادي الاهلي. النادي الاهلي رايح، النادي الاهلي على فكره حامل اللقب الموسم قبل الماضي، الموسم طبعا اللي فات هو النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه، كلنا طبعا تابعنا وشفنا المباراه وشفنا طبعا الاخطاء التحكيميه، لكن خلينا اقول لك ان النادي الاهلي كان قادر على تحقيق اللقب الموسم الماضي، لكن بقى طبعا الاخطاء التحكيميه، كل الناس طبعا تابعت المباراه وشافت الاخطاء اللي كانت موجوده. النادي الاهلي قدم مباريات كبيره جدا، وده اللي دايما بننتظره من النادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي بيلعب قصاد كل الفرق بقوه النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني احنا منتظرين طبعا قرعه البطوله العربيه. خلاص تم تحديد طبعا موعد بطوله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله النادي الاهلي بيشارك فيها، كمان هيبقى بعدها البطوله العربيه. النادي الاهلي داخل على موسم صعب جدا، موسم كله بطولات، يعني النادي الاهلي عنده كم بطولات الموسم اللي جاي، فجماهير النادي الاهلي مش هتقبل الموسم اللي جاي الا بكل البطولات. ايه حكايتنا مع الاخطاء التحكيميه في كوره وفي غير كوره؟ احنا ايه الحكايه دي؟ شيء صعب يعني، سبحانك يا رب. هو النادي الاهلي ده بقى قدر، وهو البطل كده، البطل دايما بيلعب وبيبقى فيه اخطاء، لكن ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد بنتمنى ان ما يكونش فيه اخطاء، وده احنا اللي بنتمناه هي العداله دايما. النادي الاهلي بيلعب وزي ما احنا بنشوف بيأدي ازاي، او اللعيبه بتأدي ازاي في الملعب، بنشوف الاخطاء البسيطه هي اللي ممكن بتكلفنا كتير، فان شاء الله بنتمناها عداله في كل حاجه علشان النادي الاهلي يقدر يكسب كل البطولات في الموسم الجديد. بص يا احمد، يعني كابتن محمود الخطيب دايما لما بيتكلم كان بيبقى حريص جدا في معظم الندوات ان هو يركز على فكره صناعه البطل من النادي الاهلي والبطل الاولمبي تحديدا، ويمكن اتكلمنا عن مشروع هنا جوده وغيرها صحيح. كمان من الرياضيين اللي عندنا اللي بنفتخر بيهم فعلا. خليني اعرف منك برضو وجهه نظرك في المشوار ده او المعلومات اللي عندك عشان نكمل او نحقق فعلا الحلم ده، ومش بس في البينج بونج او يعني تنس الطاوله، في كل الرياضات. اكيد طبعا احنا عندنا مستقبل يعني كبير جدا، او عندنا في كل القطاعات، مش في الالعاب الفرديه بس، لا في الالعاب الجماعيه. انت عندك يعني طفره كبيره جدا في اللعيبه الصغيره
اللي النادي الاهلي بيبدا يجهزهم من صغرهم علشان يوصلوا للفريق الاول. فاحنا شفنا تدعيم كبير جدا في الفتره اللي فاتت في كل الالعاب من ناشئين النادي الاهلي، سواء في كره اليد او في كره السله او في كره الطايره او في الالعاب الفرديه. انت عندك ناشئ بتقدر تعتمد عليه بعد كده، فشفنا النجاح. يعني امثل لك مثلا بحاجه وهي كره اليد رجال. احنا النادي الاهلي لما بدا يدعم الفرقه بعناصر طبعا من الناشئين بجانب طبعا عناصر الخبره اللي موجوده في الفريق حاليا، قدرنا نشوف فريق قوي جدا. هي كل الناس او كل الجماهير يمكن قعدت فتره كبيره جدا بتنتقد كره اليد في النادي الاهلي، وكانوا شايفين ان المستوى بيبقى في اوقات يتارجح، ففي اوقات في يعني سوء المستوى او في ذبذبه في المستوى. لكن لما النادي الاهلي اشتغل بشكل واضح على تخطيط ناجح علشان الفرقه تبقى تكسب بطولات لقدام، النادي الاهلي قدر يحقق الموسم اللي فات 3 بطولات. النادي الاهلي الموسم ده يمكن بدا في اليد رجال خاصه، بدا الموسم بدوري طبعا المحترفين، قدر ان هو يحقق 4 فوز على التوالي، وده يمكن بدايه وانطلاقه قويه. فمستقبل النادي الاهلي او المشروع البطل الاولمبي او اللعيبه اللي طالعه من ناشئ النادي الاهلي او من البدايه بيقدموا كبراعم وكناشئين بيقدموا مستوى كبير جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله يفضلوا موجودين دايما في كل البطولات. وبنشوف بصراحه الفتره الاخيره الاعتماد الكبير من النادي الاهلي على العناصر الصغيره والشباب. وشوفنا هو ده الاصل يا رشاد، يعني لما تيجي تتكلم انا عايز اعمل بعد كده فرق قويه في اي رياضه لازم اعتمد على ان انا ببني من البدايه صح. في بعض الدول الاخرى لما جت تدعم او تطور الرياضه بتاعتها ابتدت من فوق، لكن الاساس اللي فوق ده مش هيستمر كتير، لان اللي فوق ده بيبقى بعقود وبعد كده هيرحل. القصه كلها ان انا اطور من البدايه الاساس بتاعي اللي هي قاعده الناشئين. يمكن ده شفناه فعلا في يعني مختلف الرياضات عندنا في الناشئين طبعا، ومش في النادي الاهلي بس. احنا شفنا اللعيبه الناشئين والشباب بيتالقوا في بطولات العالم مع المنتخبات او مع منتخب مصر. فبنشوف هو ده النجاح، ان النادي الاهلي دايما داعم لكل المنتخبات، بنشوف لعيبته بتتالق في كل العالم. طيب من قديم الازل في رياضات بعينها رياضات معينه تحس وكان اسماء المنافسين الاقرب للنادي الاهلي ثابته، يعني مثلا في عالم كره السله لازم تلاقي ان اقرب المنافسين نادي الجزيره، نادي سبورتنج، نادي الاتحاد السكندري. هل الوضع اتغير في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله اسماء المنافسين للنادي الاهلي في الرياضات المختلفه، مش بس بكلمك على الباسكت بول؟ اكيد الوضع اتغير جدا، خريطه اتغيرت. يعني اتغيرت. ايه المستجد بقى في كل رياضه على حده؟ المستجد ان احنا شفنا الفرق كلها بتدعم وبتدعم بشكل كبير جدا. بنشوف لعيبه او كل الفرق دايما بتدور او بتجري على ان هي تاخد نجوم علشان يقدروا ان هم يحققوا حاجه. كله بقى بيبص على البطولات، هو كله شايف النادي الاهلي بياخد كل البطولات، فبدات الفرق كلها بتعمل تدعيم وصفقات جديده علشان يقدروا ينافسوا في الموسم الجديد. يعني خليني اقول لك ان في اليد رجال طبعا المفاجاه او الموسم ده يمكن احنا كنا عارفين المنافسه ما بين الاهلي والزمالك. احنا دلوقتي عندنا في البنك الاهلي اللي عمل شغل محترم في البطوله العربيه وكان هيوصل نهائي. عندنا بصراحه فرق كتير جدا في الموسم الجديد هتقدر تنافس وهتبقى المنافسه صعبه. في السله طبعا سيدات هو المنافس للنادي الاهلي هيبقى سبورتنج، لان سبورتنج دعم وكمان اخذ لعيبه من النادي الاهلي، فهتبقى المنافسه برضو صعبه. الطايره طبعا كلنا عارفين الطايره رجال وسيدات، يعني في السيدات زمالك سبورتنج، في الطايره رجال هيبقى طلائع الجيش، زمالك بتروجيت. فالمنافسه قويه جدا في الموسم الجديد. اليد سيدات خلينا اقول لك ان المربع الذهبي هو من دلوقتي اهو، عشان نبقى احنا قلنا على المربع الذهبي هيبقى نادي الاهلي، زمالك، الشمس، سبورت. فهي الفكره ان انت دعمت او جبت صفقات جديده في كل الانديه، فهتبقى المنافسة صعبة جدا جدا جدا، لكن النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يحقق كل البطولات. المنافسة بتعمل متعة،
يعني في الاول وفي الاخر على صعيد كل الرياضات انا مش عايزه بس ان انا اكسب، انا عايزه اكسب بمتعه فعلا موجوده. طيب بالنسبه للمديرين الفنيين يا رشاد دلوقتي، هل احنا برضو بنتكلم ان هيبقى في تدعيم للمديرين الفنيين اللي كمان هنتكلم عنها ان احنا هنعتمد على اجانب، ولا هيكون في بعض الخبرات المحليه اللي ممكن برضو نديها فرصه؟ طبعا المديرين الفنيين كده كده كل الطلبات اللي طلبوها من النادي الاهلي كلها يعني تم الموافقه عليها، بيشوفوا ايه المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها وبالفعل تم تدعيمها. خلينا اقول لك ان طبعا احنا خلاص الاستقرار على كل المديرين الفنيين دلوقتي موجودين. في حد اتغير في اي مفيش؟ هو طبعا الطايره رجال، جه الاسباني منذ اللي خلاص بدا يعتبر الموسم مع النادي الاهلي وبدا ان الفرقه بتستعد طبعا بكل قوه للموسم الجديد. عندنا طبعا الكابتن ابراهيم فخر الدين اللي جه للطايره سيدات، كابتن ابراهيم فخر الدين من الاسماء المميزه بصراحه اللي ان شاء الله تعمل شغل كبير جدا مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. عندنا طبعا الاستقرار على بقيه المديرين الفنيين والتجديد ليهم بصراحه ده شغل رائع وشغل ان شاء الله باذن الله يجيب بطولات للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، كابتن طارق خالد، كابتن زولا. فبصراحه انا شايف الموسم الجديد هيكون موسم باذن الله استثنائي وموسم تاريخي للنادي الاهلي يقدر يحقق فيه كل البطولات، لان احنا منتظرين البطولات اللي احنا خسرناها مش منتظرين البطولات اللي احنا حققناها. صحيح. انا سؤالي اللي جاي ليك مبني الى حد كبير على فكره ان انت شبه مقيم في النادي الاهلي فرع الجزيره، مش مجرد بتروح كتير يعني، تقريبا مقيم هناك، واكيد شفت الحاجات اللي كلنا شفناها وخدنا بالنا منها، بس انا عايز اقف معاك عند تفصيله معينه منهم. ساعات كتير في اروقه النادي بتلاقي مثلا البعض من اللاعبين او اللاعبات في الرياضات المختلفه رايحين مثلا واحده من الصالات الرياضيه المختلفه، رايحين الجيم، رايحين مركز التاهيل. في قاسم مشترك بين كل اللعيبه واللاعبات اكيد انت خدت بالك منه، فكره الجديه، يعني تحس ان مفيش تراخي حتى في المشي وهم رايحين على المكان، رايحين تدريب مثلا، واخد بالك؟ في تحس ان مجموعه من المقاتلين داخلين النادي. صح. مش ناس عاديه، خدت بالك من الحكايه دي؟ اكيد طبعا. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني دايما لما بشوف اللعيبه او اللاعبات لما داخلين التمرين او اكيد صاله الجيم بيبقى في تركيز واضح، وهو علشان يعني عليه مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه ان هو بيلعب باسم النادي الاهلي، مسؤوليه قدام الجماهير ان هو موجود داخل النادي الاهلي. فلما بيكون اللاعب او اللاعبه عليها حمل كبير جدا ان هي موجوده او ضغط كمان جماهيري ان هي بتلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير، فعايزين يحققوا كل البطولات، بيبقى ده في تركيز واضح على كل اللعيبه واللاعبات، سواء طبعا سواء في التدريبات داخل الجيم او في داخل طبعا الصالات الرياضيه. ده التركيز اللي احنا متعودين عليه من لعيبه النادي الاهلي، ان هم دايما بيكونوا موجودين في الوقت اللي احنا منتظرين منهم طبعا كل البطولات. فان شاء الله باذن الله هم بالفعل في فرق طبعا بدات مباريات اليد رجال واليد سيدات، وفي فرق طبعا بتستعد بكل قوه للموسم الجديد. خليني اقول لك ان اليد رجال وسيدات كمان هيشاركوا في البطوله الافريقيه اللي هتكون في الكونغو، ان شاء الله باذن الله يعملوا حاجه كويسه جدا النادي الاهلي باذن الله يحقق اللقب، لان احنا متعودين دايما من النادي الاهلي على البطولات. السيدات بصراحه الموسم اللي فات عملوا شغل رائع وشغل النادي الاهلي بيضم طبعا عناصر مميزه جدا، لعيبه وكمان الحته اللي كانت بتتكلم عليها نهاوند، فكره طبعا ناشئي وناشئات النادي الاهلي، يعني الفريق الاول لكره اليد السيدات بيضم طبعا عناصر اتصعدوا للفريق الاول، عناصر مميزه بجانب طبعا التجديد لكمارة المحترفه اللي هتكون موجوده مع النادي الاهلي. اكيد. صحيح. طبعا في البطوله الافريقيه ممكن يكون يبقى في تدعيمات، لكن خليني اقول لك ان شاء الله باذن الله الواحد متفائل خير بالنادي الاهلي في الموسم الجديد. بص يا رشاد الوقت بيجري للاسف، بس انا عايزه اختم معاك بالتركيز على النقطه اللي انت قلتها الاخيره، لان هي حاجه كانت ملحوظه بشكل كبير جدا، وهو التطور الملحوظ والكبير جدا في تحديدا يعني فرق السيدات عندنا في النادي الاهلي. ايه السر ورا ده والتالق الرائع والتحسن في المستوى في الاداء ده راجع لايه برضو؟ لو انت اكيد عندك معلومات اكتر وبتحضر معظم الماتشات وعندك كمان علاقات باللاعبين هناك، فخليني اعرف منك. عايز اقول لك روح النادي الاهلي، او وكمان عايز اتكلم على نقطه في البدايه وهي التخطيط الناجح لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي ما بيبخلش على النادي الاهلي في اي شيء، وده اللي احنا بنشوفه
سواء في تدعيمات كل المراكز او والدعم كمان حتى النفسي اللي أكيد بيبقى طبعًا. موجود واداره النشاط الرياضي بتوفر ممثله طبعا في الكابتن خالد العوضي اللي عامل شغل رائع مع الالعاب كلها. صح. فده اللي اقدر اقوله لك ان ده هو سبب نجاح النادي الاهلي، او التركيز او الراحه النفسيه اللي موجوده عند اللعيبه واللاعبات، وان هو بيلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. فالنادي الاهلي بيبقى دايما اضافه لاي لاعب او اي لاعبه. فعايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد هيكون موسم ناجح باذن الله. نعمل ذلك. نورنا دايما يا رشاد والله، ونسعد بوجودك معانا. نورتنا وبنشكرك على وجودك النهارده. ربنا يخليك كريم، وانا بشكرك انا هوند، وبشكر كل طبعا جماهير النادي الاهلي. نورتنا يا رشاد. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان نستكمل يعني فقراتنا الحواريه. خليكم معنا.